بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه حب رهيبه بين شاب وفتاه. القصه عمرها 6 سنين. ايه المشكله؟ مش عارفين يتجوزوا. مش عارفين يتجوزوا ليه؟ علشان هو مصري وهي سعوديه. هو مش هقدر اقول اسمه الحقيقه، خلينا نقول احمد، وهي مش هقدر اقول اسمها الحقيقي، خليني اقول سهير. احمد وسهير قصه حب عجيبه. هو كان عايش في السعوديه، هو كان بيشتغل في السعوديه، كان بيشتغل في الشركه اللي هي بتشتغل فيها. حصل بينهم طلاق شديد، حب غريب جدا جدا جدا. احمد اتقدم لابوها، لابو سهير. ابو سهير رفض لاختلاف الجنسيات، رفض لان انا عايز بنتي تبقى جنبي، مش عايزها في يوم من الايام تعيش بعيد. ايوه بس بنتك بتحب الراجل ده والراجل ده بيحبها. المهم ما عرفوش يتصرفوا ازاي، فقرروا ان هم يكلموني هم الاثنين. ممكن تساعدنا؟ ممكن لو سمحت تقف جنبنا؟ فانا لان انا مساله ان شاب وفتاه بيحبوا بعض دي انا يعني بحب جدا ان انا اساعدهم. قلت لهم طبعا اساعدكم، ايه اللي اقدر اساعدكم بيه؟ قالوا لي كلم ابوها. فكلمت ابوها وكلمت اخوها وكلمت عمها، مفيش فايده. حاولت كل المحاولات اللي انا اقدرها، لا اهلها وافقوا. اخوها تجاوب قال لي بس ابوها رافض. تلف الايام وقلت لهم انا اسف يا جماعه انا عملت اللي عليا، وراح الموضوع. الاسبوع اللي فات بصيت لقيت ايميل جاي لي، انت فاكرني؟ انا احمد. طبعا مش ده اسمه الحقيقي، انا احمد اللي كلمتك من 6 سنين، لسه ما اتجوزتهاش لغايه دلوقتي. هي دلوقتي 32 سنه، انا لسه بحبها ولسه نفسي اتجوزها. لا انا قادر اتجوز غيرها ولا هي قادره تتجوز غيري، تنصحنا بايه؟ والله يا جماعة أنا النهاردة قلبي بيوجعني، لأن أنا بقى أحيل ليكم السؤال ده. أنا عايزكم تردوا عليا النهاردة ببسمة أمل، إيه رأيكم؟ يعمل إيه أحمد وسهير؟ في رأي بيقول يا عم ولغاية إمتى؟ يكبروا دماغهم وخلاص ويعيشوا حياتهم وهيفضلوا قاعدين كده وتنتهي الحياة على كده؟ ده رأي. بس في رأي تاني بيقولك لا، الحب لازم يدافعوا عن حبهم، ولازم هم بيعملوش حاجة غلط ولا بيعملوا حاجة حرام، وطلبهم شريف ونبيل، والعواطف دي ملك ربنا، ده هو ربنا اللي خلى القلوب دي تحب بعضها بالطريقة دي. وكمان بيطلبوا الجواز، يفضلوا يدافعوا عن حبهم إن شاء الله 7 سنين كمان. في رأي تالت يقولك لا، يحطوا ديو ديت، يعني يحطوا سقف امتى هننتظر، يعني مثلا يقولوا كمان سنة أو سنتين، وبعد السنتين خلاص بقى قدر الله ما شاء فعل وكل واحد يروح لحاله. انا الحقيقه قلت لاحمد الثلاث اختيارات دول، قلت له احمد انا هخلي ناس تساعدني، انا مش عارف اديك رايي لوحدي، بس انتوا اعتقد ان انتوا قدامكم 3 اختيارات وانتوا شوفوا انه. فبصيت لقيت احمد بيقول لي لا، انا اخترت الاختيار الثاني، انا مش هختار سقف اوقف عنده ولا هسيب الموضوع، انا بحبها وعايز اتجوزها، ولسه في حب حلو كده، ولسه في ناس مصره كده انها تتجوز بعض. ربنا يسعدهم ويبارك لهم. فكروا معايا وقولوا لي رايكم ايه. بس هطلب منكم طلب لكل اللي شاف الحلقه دي، ادعوا لهم بصرف النظر عن اسمائهم بنواياكم ان ربنا يجمعهم ويسعدهم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.